بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة انتهاء موسم الحج لعام 1438 هجرية. ضمنها سموه خالص تهنئه على النجاح الكبير الذي تحقق لموسم حج هذا العام بفضل من الله تعالى، ثم بفضل الجهود الشخصية من خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ممثلة بكافة القطاعات والجهات المعنية التي سخرت جل طاقاتها وجهودها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وما يشهده الحجيج عاما بعد عام من تطور مطرد في مشروع توسعة الحرم المكي، وما يصاحبه من استحداث مراكز جديدة لخدمة الحجيج مما يسر وسهل أداء المناسك على ضيوف الرحمن، سائلا سموه الباري جل وعلا أن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله.